كرة القدم، هذه الساحرة المستديرة التي تجذب إليها أنظار الملايين، ما فتئت في كل مناسبة بل في كل مباراة، تنثر السحر وتنتزع الآهات، تجعل الجميع سواء منهم على المدرجات أو حتى أولئك المتسمرون خلف الشاشات يعيشون عالما مختلفا من المتعة والإثارة والتفاعل مع كل لقطة فيها. ومع اقترابنا من خط النهاية وإسدال الستار على منافسات عشنا تفاصيلها طوال الأيام الماضية، تتبادر إلى الأذهان بعض التساؤلات المتعلقة بالأداة الرئيسية في هذه اللعبة، ألا وهي اللاعبون، هؤلاء الذين ما لبثوا يخرجون من موسم مرهق مع أنديتهم حتى بدأوا الإعداد للبطولة مع منتخبات بلدانهم، أمر يجعلنا نتساءل عن مدى ملائمة توقيت البطولة لحالة اللاعبين البدنية وحتى الذهنية، وهل هناك علاقة فعلية بينها وبين بعض الإصابات التي لحقت ببعض اللاعبين خلال البطولة؟ ومن ناحية أخرى، هل هذا الأمر يرتبط كذلك بقلة عطاء بعض اللاعبين وهو ما أثر على منتخباتهم؟ السؤال الأبرز بعد كل ذلك، هل هناك توقيت أفضل لإقامة مثل هذه البطولات القارية في ظل ازدحام رزنامة الكرة الأوروبية على مستوى الأندية بكثير من المواعيد المحلية والقارية؟ من جانب آخر، وعندما أقيم المونديال الأخير في قطر في منتصف الموسم، هل نستطيع القول بأنه كان أفضل فنيا وبدنيا من النسخ السابقة التي أقيمت مع نهاية الموسم؟ في المقابل، هل يمكن للأندية الكبرى التي تدفع مبالغ فلكية للتعاقد مع نجوم كرة القدم التخلي عنهم في منتصف الموسم للمشاركة مع منتخباتهم في مثل هذه البطولات، مع كل ما يحمله ذلك من احتمالات لإصابتهم وبالتالي خسارة مجهوداتهم؟ أسئلة تطل برأسها وتطفو على السطح مع كل مناسبة كروية، ولا زالت الإجابة عليها حائرة بين مصالح اللاعبين وبغات أنديتهم.